ألف مليون مبروك لمنتخب المغرب الفوز على تنزانيا بثلاث أهداف، مش هدف ولا اثنين، لا تبارك الله ما شاء الله ثلاث أهداف. مين اللي يجيب؟ سايس وأناحي يجيب رغم كل الهجمة اللي تعرض لها لمجرد أنه قال رأيه، يجيب ويركز في المباراة ويركز في الماتش ويجيب هدف ولا أروع، ويختتم نصيري هدف الثالث المنتخب المغربي. بجد مباراة كانت رائعة. ننتظر إن شاء الله بإذن الله المنتخبات العربية تشوف وتتعلم من المنتخب المغربي إزاي اللعب في أفريقيا يكون، ونتمنى للمنتخب المصري بكرة في مباراته اللي جاية إن شاء الله تاني مباراة المجموعة إن شاء الله نتمنى له الفوز، ونتمنى كمان الجزائر تفوز والتونس وحتى موريتانيا، نتمنى لكل الفرق العربية إن هي تشرف الكرة العربية زي ما المغرب النهاردة عملت. كانت فرحة كبيرة وأجواء المباراة كانت خطيرة جدا في المغرب بفوز كبير للمغرب على تنزانيا برغم قوة دفاع تنزانيا اللي كانت بتلعب بخشونة شديدة جدا على اللاعبين المغاربة، الصراحة كانت بتدخل بقوة شديدة مما أدى لطرد أحد اللاعبين التنزانيين. وفي النهاية نقول مليون مبروك وإن شاء الله بإذن الله ديما مغرب، وإذن الله إن شاء الله بإذنك يا رب المنتخبات العربية كلها تعمل مباريات زوينة وتعمل مباريات رائعة تليق باسم الكرة العربية والكرة الإفريقية، ونتعلم دايما من المغرب. وتحياتي للمدرب القدير الرجراجي، وتحياتي لكل اللاعبين ال11 أو ال15 اللي لعبوا بالتغييرات، وحتى اللي قاعدين على الدكة ما لعبوش، تحياتي لكل المنتخب المغربي وتحياتي للشعب المغربي كامل، ومليون مليون مبروك. اتعلمت فين التعليق الأول؟ بدأت التعليق عندما بديت أبقى أشاهد التلفاز، كنت أشاهد مباريات كتير، فبديت أبقى أستمع كل يوم عشان أتعلم هذه الكلمات وأتعلم التعليق أكثر وأكثر، وهذا ما يجعلني ربما أقدر بأني أكون معلقة مباريات. يعني لخص لنا المباراة كده بتعليق جميل منك كده. لعب المنتخب الوطني المغربي بشكل جيد في شوط المباراة الأول، كان شوط المباراة الثاني زادت الاستحواذ والتسديدات وركلات الحرة، ولكن اللي سجل هدف الأول سايس، والثاني وناحي، والثالث نصيري. وانت قلت لي في قبل ما نصيري يسجل واحنا قاعدين قلت لي نصيري هيسجل صح؟ صح. كان توقعك ممتاز، ونتمنى لك ان شاء الله باذن الله حظ موفق، ونتمنى للمنتخب المغربي حظ موفق، ونتمنى لك انت نشوفك معلق كبير مش في بين سبورت، عايزين بقى تعلق بجميع اللغات في اكبر القنوات الاوروبيه والعالميه ان شاء الله. ان شاء الله امين. ومعانا الاعلاميه سميره طبعا كانت مشرفانا النهارده ومنورانا في المباراه، عايزين شفتي المباراه ازاي النهارده وايه رايك في المنتخب المغربي في اول مبارياته في كاس الامم بعد اخفاق معظم المنتخبات العربيه، مش معظم كل المنتخبات العربيه، تعادل مصر والجزائر وهزيمه تونس وهزيمه موريتانيا، النهارده المغرب بيحقق اول انتصار عربي له في بطوله افريقيا، تقولي ايه؟ اكيد سعيده جدا بهذا الفوز على منتخب تنزانيا، ثلاث نقاط اللي غادي تنضاف للمنتخب المغربي، ومن طريقكم كنقول مبروك لكل الشعب المغربي واكيد لصاحب الجلاله على هذا الفوز، وكنتمنى تكون فاتحه خير على المنتخب المغربي. كما قلت ان تقريبا جل المنتخبات العربيه خفقت مبارياتها الاولى، ولكن كنتمنى لهم التوفيق اكيد في هذا العرس الكروي الافريقي. الماتش كان شويه ريتمو ثقيل في الشوط الاول منه، ولكن شفنا في الشوط الثاني كان تغيير تكتيكي للاعبين اكيد مع دخول مجموعه من اللاعبين، والنتيجه كانت جدا مفرحه لنا، واكيد غنقول لهم بالتوفيق لهم، وشكرا لكاع الناس، وشكرا ليك دائما وابدا كتشجع المنتخب المغربي وكل العرب اللي كانوا متواجدين اليوم. هذا ما كان كان توقعك قبل المباراة، قلت لي شحال المنتخب المغربي هيفوز، وكان توقعك ايه قبل المباراة؟ انا كنت توقعت ان المباراة غتنتهي بثلاث اهداف مقابل صفر، قلت لك قبل المباراة، وتوقعنا حتى اسماء اللاعبين
أنا والسياحية، والحمد لله هذا الشيء كانت صدفة، ولكن أنا تمنيت وكان حدسي والحمد لله الحدس ديالي كان صحيح. في النهاية نقول لكم ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي والجميع مشاهدينا ومتابعينا في شتى بقاع الأرض، في المغرب أو في مصر أو في أي دولة عربية، وديما مغرب، وإن شاء الله المنتخبات العربية كلها تعمل أداء يليق بالكرة العربية والكرة الإفريقية. شكراً.